كريم، نحن متعودين برمضان انه لما بيجي رمضان او هذا الشهر الفضيل كثير بتكثر انواع الحلويات اللي ممكن نتناولها، شيك نافي، شيك قطايف، شي مثلا محلايات وكثير غيرهم. بس للاسف اللي ما بنعرفه انه نحن دائما لما رح نكون صايمين فترات طويله رح يكون انا عندي سكر الدم نازل، ولما نحن فجاه بدنا ناكل هذا الحلو فيه سعرات حراريه عاليه وفيه كميه سكر كبيره رح يصير عندي شيء اسمه دروب. شو بنقصد بدروب السكر؟ دروب السكر لما انا بيكون سكري نازل وتفوت كميه كبيره، الانسولين او حتى البنكرياس ما راح يستوعب هذا الضخامه من السكر اللي دخلت على جسمه فجاه، راح يرتفع السكر كثير، راح يفرز الانسولين بكميه كبيره حتى يحاول يتخلص، فجاه بعد ما نكون نحن صرنا مبسوطين وفرحين راح تنزل وتهبط عنا الطاقه تبعتنا، او راح نضل عم ناكل 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 وما نشبع. هذا الشيء بيعمل كثير مشاكل، يعني بنلاقي الشخص بيكون صام فتره طويله عم يفطر، بعد الفطور خلص الوجبه الرئيسيه بده ياكل هلا الحلو اللي ذكرناه سابقا، هن طيبين اكيد، بعدين الفواكه مو غلط انكم ما تاكلوهم، بس اتركوا بعد كم ساعه، يعني ساعه ساعتين لنقدر نحن ناخذ فوائدهم، بنفس الوقت نخلي الجسم يهضم صح. نحن اذا اكلناهم دغري بعد الصيام فترات طويله رح يصير عندي اللي مثل ما قلت لكم دروب السكر، وانا نحن او مو انا انتم لازم يصير عندكم او تسمحوا بدروب السكر. هلا مثلا نحن فينا نعمل مشويه اذا نحن او اذا بدنا ناكلهم كما قالي، فينا ننزل الكميه ونقلل كميه القطر، بس كمان حتى لو عملناها مشويه تكون كثير اطيب وكثير افيد، وبنفس الوقت نحن نحافظ على درجات الحراره اللي نحن ممكن تكون نتناولها. احيانا في منهم بعض انواع الحلويات بحاجه ل برادات وشغلات بارده، وهذا الشيء طبعا اذا ما صار رح يصير عندي التسمم، يعني بزياده انه انا بصير عندي ارتفاع سكر ومشاكل، مشكله مقاومه الانسولين والدروب تبع السكر وزياده وزن والتلبكات، اخر شيء يصير معي تسمم؟ اكيد لا. بهالملاحظات الصغيره الخفيفه فيكم انتم اكيد تتبعوها، وبنفس الوقت ما رح تحرموا حالكم من الحلو وتاخذوا كل فوائده. ضلوا بخير، خلينا نرجع على الاستديو.